في مرة من المرات جاتني صدمة، يمكن جاتني زي الصدمة المعرفية في راسي كذا، خلتني أوقف اللحظات كذا، يعني فجأة كذا أوقف، زي إني كذا مثلا فجأة كذا وقفت، تشنشت كذا فجأة فكري يعني من قوة الصدمة. مرت حياتي صارت تجين صدمة ورا صدمة، صدمة ورا صدمة ورا صدمة، إلين فجأة شفت دكتور سمين ناصر في لايف تقول أبي نوصل التخلص من الصدمات، ودخلت اللايف وقامت تشرح اللايف وتتكلم وكذا. رحت أشتري الكورس، أخذته وقمت أقرأ في المحاور، ولما قريت في المحاور في محور يقول ليش صارت هذه الصدمة، رسالة الصدمة وليش صارت. فدخلت المحور، لما دخلت المحور جاتني زي الصدمة، إني قلت وات هو يعني إنه صدماتنا هذه ما جات من هوا، ما جات من فراغ، في حاجة، في شيء صار، في غلط بالموضوع. للأمانة خرجني من دور الضحية، من دور إني مسكينة وإنه ليش يصلي كده في الحياة، وليه خلاني أفهم أول مرة أطالع لصدماتي من نظرة ثانية، من شكل ثاني. أبنس كان مرة كورس حلو بصراحة، كانت شيء حلو جديد. أبنس طبعا كان على جميع المستويات، كان على المستوى الفكري والمشاعري والمادي اللي هو الجسدي. على الجسدي كان في تطبيقات مرة حلوة، مرة كانت ممتعة، مرة كان في رابط عجيب بين الصدمات اللي صارت لي في حياتي وبين التطبيقات والتمارين اللي أسويها، لأنه أنا من جد أعرف إنه جسمنا يشيل كل الألام اللي إحنا صارت لنا في حياتنا والصدمات. فكانت التمارين مرة حلوة، صح كانت مؤلمة بس كانت مرة حلوة. أبنوس كانت زي الشي كذا يغيرني 180 درجة. الحمد لله تغيرت، الحمد لله يعني تخلصت من صدماتي. شكرا للكورس أبنوس والدكتور سمية الناصر على الإبداع هذا الرائع، إنه كيف نحل مشاكلنا من منظور ثاني، من طريقة ثانية في الحياة، طريقة يعني طريقة حلوة وعميقة وغير مؤذية وبسلام. شكرا جدا، شكرا لهذا الكورس الرائع اللي فادني في حياتي مرة. الوعي الطفولي لما أخذته كان يشرح بالتفصيل انعكاسات الطفولة، مراحل الطفولة، قصة آفا، كيف آفا من هي نونو إلين لما كبرت، كيف صارت مشاكلها في الحياة وإيش جذرها وإيش أساسها. في مرحلة انعكاسات الطفولة جاتني صدمة معرفية، قاعدة أشوف الانعكاسات في طفولتي وقديش إنه التطرف يجي من الطفولة أحيانا، في العلاقات، في الأشياء، في الإنجازات اللي أسويها في حياتي، في أفعالي، سلوكياتي. وعرفت كيف أحيانا السلوكيات القهرية والأفعال اللي زي مثلا المرضية كانت تقصدني وكانت مدري إيش وإيش جذرها. فكان كورس أبن الوعي الطفولي كان يشرح هذا الشيء، كورس الوعي الطفولي. فأنا لما قريت محور انعكاسات الطفولة جدا انصدمت، كل مرحلة في طفولتنا إيش انعكاسها. التمارين كانت رائعة رائعة رائعة، وصح كان الوقت طويل بس جدا رائع ومهم، مهم إذا كنا من جد نبغى نشتغل على طفولتنا. الوعي الطفولي كان مرة حلو، خصوصا في بعد تطبيقات عملية المراهقة والطفولة، فكان مرة حلو إنه عن المراهقة، ولما عرفت معلومات عن المراهقة وكيف إحنا في المراهقة إيش يجي عندنا، هذا مرة غيرني كثير. لما عرفت في المراهقة أنا إيش يجي وإيش ما يجي، إيش يجي عندي من مفاهيم مين وليش وكيف يجي، مرة كان حلو الكورس بصراحة وممتع. كورس التعلم كان مرة كان مؤلم جدا، كانت في مرة صدمة لي، كنت أحس بإني أنا متعلقة بس بأمي وأبويا،
بعدين جاتني صدمة ورا صدمة، لا بتعلق بأخواني ولا بالترتيب، و الحمد لله فكيتها، الحمد لله عرفت انه انا من كثر ما متعلقة بأخواني وأخواتي صرت مرة نفس سلوكياتهم، طريقة تفكيرهم، شعورهم. لما استوعبت هذا الشيء مرة انصدمت، غيرني مرة مرة، فكيتهم الحمد لله، صرت زي اللي مستقلة. بعدين فكيت تعلقي بالمال، لما فكيت تعلقي بالمال الحمد لله الحمد لله، الله رزقني بوظيفة الحمد لله، ولا براتب حلو الحمد لله. ما توقعت لما فك تعلقي فكري يتوسع، صرت أفكر بطرق أكثر حرية. زمان كان تفكيري محدود، أفكاري محدودة، شعوري محدود، ما أقدر أشعر إلا بشيء معين اللي هو متعود عليه أنا، الروتين. يعني لما فكيت التعلق كان شوية مؤلم، جاني غضب، مرة جاني غضب انقهرت، مرة انقهرت إنه ما كنت مستقلة بذاتي ولا كنت مستقلة، وكنت ما أعرف، كنت اللي مصدقة نفسي إنه أنا ذاتي وأنا بنفسي. كان مؤلم يعني إنه استوعبت هذا الشيء إنه أنا مستقلة بذاتي وذكية، بس الحمد لله يعني أنا في النهاية استقليت بذاتي وفكيت التعلق وعرفت هذا الشيء، وإنه قمت أراجع علاقاتي من الطفولة، من هم اللي أنا متعلقة فيهم، إيش هي فكرة، معتقد، إيش في مفهوم، إيش في من ذا كلام زي كذا. يعني خصوصا أول 3 أيام كذا كذا فكفكة قوية كذا في المخ من معتقدات، مفاهيم، إيش يصير إيش ما يصير، خلاص مرة واحدة نفك التعلق. مرة كان حلو كورس التعلق بصراحة. كتاب كيف تتقن لعبة الحياة أروع كتاب شفته في حياتي بصراحة، تمرينه فيه حلوة مهي عادية، عميقة. أحلى شيء في الكتاب مع رسالة المشكلة، إيش رسالة المشكلة وإيش الحلول الثلاثة معاها. كتاب كيف تتقن لعبة الحياة رائع 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 رائع، مرة يجنن بصراحة. فادني في تخطي مخاوفي، تخطي تأنيبي، عاري العار عندي. كتاب مرة حلو بصراحة، تمارين مرة حلوة، وكتاب كأنه صديق. مشكلة تصلي على طول أفتح وأشوف الشيء المشكلة ومعها الحلول ورسالتها. كتاب أبقى إيجابيا وأفعلها مرة حلوين، مرة مرة من جد، كل ما أضايق يجيني طاقة سلبية أفتح على طول أبقى إيجابيا وأطبق. وكمان حتى اشتريت في من التمرينات إني أشتري آلة للمساج، اشتريت آلة مساج وطبقتها، من جد قاعد أشيل كل بعد شوية ضغط في جسمي، توتر. كم مرة التمرين يجنن، كان كل ما يجيني شيء في جسمي آلام كذا على طول أجيب الآلة وأسويها في جسمي، مرة كان يعطيني شعور إيجابي، مرة مرة كذا أرتاح. حتى البيت كله صار معايا، أعطينا آلتك أعطينا آلتك المساج. فكان مرة حلو التمرين، وفي تمرين مرة كثير حلوة مرة. فأبقى إيجابيا وأفعلها على طول، عندي أي هدف على طول أسوي أبقى أفعلها، مرة حلو الشعور، ويخليني أعيش شعور عميق مع هدفي، أتناغم معه. مثل ما ألهمتني وأسعدتني هذه القصة، أتمنى فعلا أنها تكون ملهمة لك. عندك قصة تغيير؟ خلنا نسمعها، شاركنا، خلنا نسوي نقلة وعي لكل العالم. وتذكر، ما ترسله دائما يعود إليك.